ها شباب، سؤال استطلاعنا لهذا اليوم، أيام الشباب كيف كنتم تقضون أوقات الليل وتسهرون مع بعضكم مقارنة بالوقت الحالي؟ خليكم ويانا لمعرفة آراء الناس. العوائل البغدادية هي عوائل أصيلة وبنات التكاتف وكانت العوائل مجتمعة يعني بالسهرة بالودوية الجيران، وحاليا العوائل مو يعني متفرقة وأغلب الأولاد ملتهين بالموبايلات بأشغالهم وبخصوصياتهم الواسعة، وهذه يعني الآن أعرف احنا العوائل البغدادية العراقية هم يعني طيبين وعندهم الود والمشاركة. كنا يعني نقضين وقتنا مع اصدقائنا وجيراننا، يعني كنا نلعب دومنا ومجتمعين ونبقى يعني سهرانين لحد يعني لحد 12 الوحدة بالليل. هسه يعني الوضع اختلف، يعني من نزل الموبايل والانترنت، يعني هسه حتى يعني داخل المنزل يعني نشوف العائله نفسها يعني متفرقين، هذا بهاي الغرفه هذا بالطابق الثاني، فيعني قبل تحس اكو يعني ألفة اكثر من الوقت الحالي. نروح خطار يعني يم اقربائنا اصدقائنا، نقضي الليل شايات وتعرف جقاير وشباب ضحك، يعني تختلف عن هسه. قبل ماكو لا انترنت، تلفزيون قليل ب 12 سد التلفزيون، فنقضي كله يعني سهرات يم الاقرباء اكثر شيء، أصدقائنا نسير نقعد على الرصيف مسامر، يعني قعدات حلوة. قبل هسه مقاضي كله موبايلات انترنت، يعني الوضعية هسه حلوة مو حلوة، بس اختلفت. أصدقاء ماكو، كله على الانترنت، يعني قلت الصداقة، قلت الأقرباء، ما نروح لهم قليلين.